مسجع الساحل للضيافة عن داود الروبيو ماتش أرانب أصيلة. السلام عليكم ومرحبا بكم. انا اسمي داود قنفود، ملقب بداود الروبيو. سادس قرايه ديالي عملت التكوين ديال الفندقيه. من بعد ما خدمت شي كنا كنفلحوا هنايا، ما ممكن كتعرف فلاحه شويه حسب الشتاء، ما جاتيش الشتاء يعني ما طلع لك شي فلاحه، فكرنا نعملوا شي حاجه، شي بديل احسن من فلاح. يعني انا اصلا نمشي مع جروب وهداك الشيء، الجروب اللي كنت كنمشي معاه يعني جروب ديال السياحه الجبليه، مي كنمشي معاهم كان كيجيو عندي هنايا، اقترحوا عليا واحد الفكره، قالوا علاش ما تعمل شي دار الضيافه، انت عندك موقع مزيون يعني تعمل شي حاجه احسن، يعني ما تبقاوش. يعني جاتني حتى انا هذيك فكره مزيانه، يعني فلاحه ما كتعطيش، قلت صافي يعني خدمنا لوبيج احسن. وكانت اول جروب كان جا عندي هنايا من طنجه، قلت يعني مشيت معاهم، جاو عندي هنايا تقترحوا تعاوا عليا فكره، ثم انطلقت فتحنا لوبيج. هاد الدار هادي ديالنا فتحنا فيها لوبيج، هاد المشروع هذا لوبيج كان عائلي، يعني الاخوان ديالي والام. ثم بدات انطلاق، يعني قلنا زعما علاش ما نحلوش في الدار ديالنا حناين، وكاين الاجانب كيجيو لهنايا، يعني حنا اولى منهم، يعني حنا ولاد منطقة، يعني ماشي مثلا يجي اجنبي يعمل مشروع هنا ما عارفش هاد البلاصه هادي التاريخ ديالها وبزاف الحاجات. حنا كيجيو عندنا هنا الناس، حنا نوريوهم بزاف الحاجات، حنا ولاد منطقة هادي ننتفعوا بها حنايا وننفعوا بها الناس اخرين. ومن بعد جمعنا اللوازم ديالنا، عطاونا الترخيص، الحمد لله بقينا ماشي مشويه شويه لحد الان. البداية كانت شويه صعيبه في الاول، ولكن الحمد لله دابا الامور ماشيه شويه شويه. يعني ملي كتكون عائليه يعني خصها شويه العوين، فهم. الخدمات كنقدموا حنايا، كنخدموا شي حاجه بيو، حاجه بلدي، جداد بلدي، هدف في الاكل وفطور بلدي، مثلا الزبده، الجبن، الزيتون، المهم داكشي، والخبز يعني طيب في فران، يعني خباز ديال التراب. ممكن نحاولوا نخدموا شي حاجه طبيعيه، بنادم كيجي يجبار واحد راح هناين ومع البلاصة عالية، يعني كتعطي كاينة التراسة، يعني كتبين لك موقع تاحت مزيون، وكيعجبهم هذاك الأكل بلدي. مثلا تنعا تعملهم هذاك الجداد طيبونهم في الخباز، ولا الحوت طيبة في الخباز، ماشي مثلا يعطيشين الدار ديالهم طيبة في قبوط، يعني ايش حاجة احنا كنحاولوا نخليوا هذاك شي حاجة بلدية. يجي من طنجة كنعملو لهم، حنا عندنا الترانسبور ديالنا، ومن الترانسبور كتجيهم حسن هنايا. مي كيجيو من طنجة يعني كيدخلو المنتجع كنعطيو لهم التمر والحليب، هذا مقدم، كيجلسو كيستراحو شوية كنحطو لهم فطور بلدي، يعني معروف فطور بلدي، زبدة بلدية، جبن، زيتون، خبز ديال الخباز، بايصار، اتاي، قهوة، رغايف،
الى غير ذلك. ملي كنساليو حنا في طوكي بقى واحد المهم واحد نص ساعه حتى ربع ساعه نص ساعه كيستريحوا شويه كنخرجوا من نعملوا روندوني. روندوني كنديو من هنايا غابه كاليبتوس كنعرفوا على منطقه شني منطقه شني باش معروفه. هاد منطقه معروفه بيان يعني كوكب منتوجات يعني بطاطا الدلاح بطيخ منتوجات اللي كاينين كاملين. وكندوزو على التشارن هنا يعني الفيلاج كنديو من ساكن فهاد غابه كاليبتوس. من بعد ملي كن يعني على حسب واش جوج ساعات ساعه على حسب اللي قادر يتمشى. من بعد كنرجعو لدار الضيافه كنقدمو لهم حنين يعني كيجلسوا يرتاحوا شويه كنقدمو لهم سيكوك واللبن. من بعد يعني من سيكوك واللبن كنقدمو لهم شلاضه موكش لاده كنقدموا لهم الغداء ديالهم اللي طالبين هما واش جداد بلدي ولا شي حاجه حاجات اخرين. من بعد الغداء كيرتاحوا شويه كنعمل لهم ميريندا. ميريندا فيها بيان يعني مش معروفه من طرا خصنا ضروري نحطوا لك منتوجات ديال بيان مع الحلوى يعني حلوى ديال ماكينه ولا الغريبيه شي حاجه عاوتاني ايدويد طبيعيه شويه. وكنعملوا لهم حتى كيرينتي. ملي كنساليو البرنامج ديالنا عندنا حنا حتى بيوتا والصاله يعني جوج بيوتا والصاله كيستريحوا فيها معنا الاجواء هادئه. كيجيو عندنا جروبوس اساسيت كيكونوا السن ديالهم 60 50 كاين عائلات كاين حتى الدراري يعني كاين جداد كاين بيبي كاين بطاط كاين بقيراس كابايوس يعني الحصان كاين قطيوطات. هادشي هذا كيعجب العيال الصغارات يعني كتخرجو نتا هما تعمل لهم ونحنا نعمل لهم خاطرهم. الحلم ديالي يعني نكبر هذا المشروع هذا مع كبروا يعني عائله مع بعضياتنا بزاف الحاجات نعملوهم يعني حنا يلاه في البدايه نتمنوا شي دعم ان شاء الله نزيدوا بيوتا نزيدوا نكبروا يعني بزاف الحاجات الناس يتكبروا تيراسات تبني فوق في بيسينا تعمل العاب اطفال كواد يعني مواطات تعمل بزاف الحاجات. ما كرهناش هذا الاوبجي هذا يكون منتجع سياحي وهذه فرصه يعني بنادم يجي هنايين وينسى شويه ديال الصداع والضجيج ويرتاح هنايين. وكنشكركم بزاف وكنشكر اللي تساق فينا واللي شجعنا وهذا الشكر جزيل ومرحبا بكم في منتجع الساحل للضيافه عند داويد الروبيو ماتشغان في اصيله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.